طبعا البرازيلية لها دور، الكرة البرازيلية لها دور. سقراط وزيكو وفي بابيتو أيضا رقم 7، ويا ترى من بيحطها في الدقيقة 39؟ هدف في الدقيقة 36، وفاول في مكان خطر. الموزة، لعبة الموزة، وطبعا لعبة التفاحة والموزة والبرتقالة عند البرازيليين يلعبونها، مو بس الموزة اللي تنحط في زاوية 90، ممكن تحط فيها مثل ما تبي. من اللي شوت؟ من اللي بيشوت؟ سقراط، 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 ولا زيكو، ولا بابيتو، ولا مين؟ أي واحد بتعده بيحطها في الزاوية 90. موزة ضربة حرة غير مباشرة، وصاها وحطها لفوق، والله والله صاد الغامض طاح ورا برا بيلعب اوت. الله الله الله، صاد الطير سقراط بينما القائم يوقف. العارضة والعارضة والعارضة الحقيقة، العارضة العارضة. شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف شوف. وحيد خلف بيحط نفسه فيها، لكن بتروح الكرة في العارضة. 1-0، 1 نادي الرفاع الغربي. خليل شويعر، كرة مع خليل شويعر، كرة مع مر شويعر، مر شويعر قاعد يلعبها إلى شريدة، كرة مع شريدة يوسف، يلعب على شريدة، تلعب توصل مرة ثانية، تنحط بالراس، لا تطلع كرة وين؟ برا الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. حلوين حلوين. دقيقة 41، وهدف لنادي الرفاع الغربي يضعف الرفاع فوق فوق. لحد الآن الرفاع الغربي فوق. هدف هذه الإعادة. شوف شوف، وحيد خلف يحط ايده فيها، لكن تعدي تروح الكره. شوف مره ثانيه بيطلعها ايضا مدافع الرفاع الغربي، لعبت ناحيه اليمين، توصل مره ثانيه تلعب جارينيو، تلعب في النص بابيتو، تنقطع من، توصل مره ثانيه الى 5 ادلبرتو، ادلبرتو الى اديليو، اديليو الكره معه، بيحاول يمر اديليو، بيلعبها مره ثانيه، اديليو بيحاول يمر، توصل الى ادلبرتو، ادلبرتو يلعبها مرة ثانية في عرض الملعب إلى أندرادي، أندرادي ينقلها ناحية جارينيو، جارجينيو تلعب مرة ثانية، الفريق فلامينغو ماسك الكرة، توصل في النص حصلها حسن علي، يلعبها في النص لسويد، سويد بيلعبها، توصل إلى فؤاد بوشقر، فؤاد بوشقر نبى بيحصلها من المدافع، توصل أقرب لحارس المرمى. كانتريالي، كانتريالي، هدف لنادي الرفاع القربي في الدقيقة 36 من زمن الشوط أول من المباراة، دقيقة 42، دقيقة 42، باقي حوالي 3 دقائق من نهاية الشوط الأولاني، نادي الرفاع القربي هدف، نادي فلامينغو البرازيل شيء، سجل لاعب رونو، لاعب نادي الرفاع القربي، هدف الفوز. لحد الآن كرة في نص اللعب، توصل إلى أديليو 11 يلعبها ويتابعها ويلعبها في النص مرة ثانية، إلى زيكو اللي بيحاول يمر زيكو، كرة معه، زيكو بيحاول يمر زيكو، مرة ثانية تلعب العرض ملعب وبيشوت الجول، جول، جول. جول زيكو بيلعبها، بيصنع هدف، بيحطها الحقيقة اللاعب البرازيلي 9 9 9. شيكينيو، 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 قلت لكم، قلت لكم من دقيقة 43. شوف شوف زيكو، شوف زيكو إلى شيكينيو، شيكينيو 9 بيسجل هدف من تحت إيد وحيد خلف. طبعا قلت لكم البرازيليين ما راح تتوضع، البرازيليين على طول فلامينغو البرازيلي بخمس دقائق من دقيقة هذه حتى دقيقة 43 بيسجل فريق البرازيلي فلامينغو البرازيلي هدف التعادل، هدف التعادل للاعب شيكينيو، شيكينيو، شيكينيو رقم 9 بيسجل هدف التعادل. 1-1، 1-1 في النص. سقراط كرة معاه تلعب ناحية اليمين، توصل إلى جارجينيو، جارجينيو كرة معه بيتقدم فيها، يلعبها إلى بابيتو، بابيتو جارجينيو في النص اللعب، توصل إلى 6 أنداردي، توصل مرة ثانية إلى شويعر، كرة مع شويعر، شويعر بيلعبها في نص الملعب، تلعب إلى سويد، وسويد كرة معه بيلعبها ناحية اليمين قريبة إلى شريدة يوسف، يلعبها في نص سويد، يوسف سويد، يوسف في النص بيلعبها إلى إبراهيم إلى ناحية 15 خميس سعيد، يلعب مرة ثانية، توصل سويد، وسويد كرة معاه بيحاول يمر، لعبها إلى برونو، برونو بيلعبها إلى فؤاد، فؤاد يلعبها سهلة، توصل إلى كانتريالي، كانتريالي يلعبها ل 11 أديليو، أديليو كرة معاه، أديليو لعبها في نص الملعب، توصل في النص زيكو، زيكو بيلعبها إلى مرة، ترجع لزيكو في النص، توصل
تحصلها مرة ثانية. الفريق نادي فلامينغو البرازيلي بيمر اللعب خطرة وخطرة على المرمى، فرصة مرة ثانية كرة مشتركة لكن ياخذها يوسف شريدة بيلعبها ناحية اليمين إلى خيل شويعر، شويعر كرة معاه بيلعبها شويعر توصل أقرب المدافع البرازيلي فلامينغو مزير، مزير بيلعبها مرة ثانية بدأ فلامينغو البرازيلي يلعب هجمة خطرة، توصلت اللعب توصل ناحية يحصلها 11 اللي هو أديليو، وأديليو ما زال رافع الراية مساعد الحكم، ما زال بيصفر حكم المباراة معلن 45 نهاية الشوط الأولاني بنتيجة هدف 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 نادي الرباع الغربي، هدف فلامينغو البرازيلي. سيداتي يا نسائي سادتي، استراحة قصيرة في الإذاعة والتلفزيون، أعود معكم وإلى اللقاء. الشوط الثاني من المباراة وواحد واحد بداية الشوط الثاني، شايف أنا طلع برونو لاعب البرازيلي في نادي الرفاع الغربي ونزل لاعب شاكر عبد الجليل، شاكر عبد الجليل أيضا في الاحتياطي رقم 25 من نادي جدي حفص، من نادي جدي حفص شاكر عبد الجليل بدل اللاعب برونو. بداية الشوط الثاني صفر حكم المباراة، الشوط الثاني إن شاء الله تمتع إن شاء الله في مباراة أفضل من الشوط الأولاني اللي متعنا فيها أيضا الفريقين، كرة في النص اللعب وتوصل طويلة يلعبها المدافع جارجينيو، توصل قريبة إلى شاكر عبد الجليل لعبها مرة ثانية توصل أقرب إلى جارجينيو في النص بينقلها إلى سقراط يحصلها المدافع نادي الرفاع ناحية اليمين، كرة ملعوبة من يوسف شريدة أقرب لحارس المرمى كانتريالي، كانتريالي بينقلها إلى مزير، مزير في النص أندرادي، أندرادي بيلعبها إلى 11 اللي بيتابعها وسريعة هو اسرع منها وبيحصلها وخطره، طلعت خطره خطره استدعي والله، برافو وحيد، برافو الحقيقه وحيد 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 خلف ممتاز حقيقه بيحط له الكره وكانت خطره بالفعل طلعها ارضيه رغم 11 الى 7 اديليو، وحيد خلف بيصيد له كره خطره في مرمى فريق نادي الرفاع الغربي في النص اللعب توصل كره ملعوبه يحصلها ملعوبه ناحيه اليسار الى شاكر عبد الجليل، شاكر كرة مع شاكر بيحاول يلمها وبيمر بيلعبها على طول توصل كرة قريبة إلى محمد بلال بيلعبها كرة عالية نحط بالراس سهلة سهلة بالراس بإيد حارس المرمى كانتريالي، كانتريالي بيلعبها خطرة وبيحاول يمر بيحصلها أيضا لن توصل قريبة عند المدافع وحيد خلف، وحيد خلف يلعبها بيرميها بإيده ناحية اليسار تلعب إلى محمد بلال، بلال بينقلها في نص الملعب توصل إلى ابراهيم زويد، بريد الكره معاه بيحاول يمر ابراهيم زويد بينقلها في نص الملعب تنقطع وتوصل اقرب للمدافع نادي فلامينغو البرازيلي وتسعه بيحاول يحصلها صاحب الهدف شيكينو، توصل للكابتن كريم سيف، كريم سيف ينقلها ناحيه اليمين اقرب لي شريده، يوسف شريده كره معاه واضح بالصوره شريده لعبها في نص الملعب الى كريم سيف، كريم صيف تروح منه توصل كرة أقرب إلى نادي فلامينغو البرازيلي، لعبة شايت الله برافو برافو الحقيقة وحيد خلف، وحيد خلف شايف أنا الحقيقة بصيد جميع الكرات الموجهة من لاعبي فريق نادي فلامينغو البرازيلي كرات صعبة وقوية بيشيلها زيكو بيلعب الكورنر بيلعبها زيكو كرة لافة وبيطلعها وحيد خلف أيضا حارس المرمى وتوصل ناحية اليمين كرة اللعب توصل أقرب إلى جوتو بيلعبها وفي النص ملعوبة توصل ملعوبة مرة ثانية وخطرة أوفسايد أوفسايد تسلل تسلل بابيتو لاحظ رقم 7 بابيتو هذا عادل عنايشة، عادل عنايشة راح يلعب، عادل عنايشة من نادي المحرك،
من نادي المحرق، ايضا عادل عناشر راح يشارك، نادي الرفاع الغربي الحيدي اشرك مجموعه من اللاعبين الانديه في البحرين، وهذا عادل عناشر من هدافين الدوري العام في الدوري البحريني في هذا الموسم. عادل عناشر راح يلعب رقم 19، هذا هو عادل عناشر. عادل بيهيئ نفسه الظاهر راح يلعب. عادل عناشر كره اللعب وتوصل كره رمي التماس يلعبها يوسف شريده، توصل في نص الملعب اقرب لها سقراط، كره مع سقراط يحاول يمر بيلعبها ناحيه اليسار حيدي اديليو. اديليو جناح ايسر خطر هناك سريع، ومهمه المدافع يوسف شريده صعبه جدا مع اديليو اللي دائما الهجمات بتي من ناحيه جهه اليسار. اديليو رقم 11 جناح الايسر الاسمراني دائما شايف هو اللي بيفتح الملعب، ونزل كره ايضا زيكو في دقيقه 43 سجل هدف التعادل لفريق نادي فلامينغو البرازيلي، بينما برونو لاعب نادي الرفاع الغربي سجل دقيقه 36 هدف الاول لنادي الرفاع الغربي. كورنر تلعب الكورنر، كره وبيشيلها حارس مرمى، برافو حقيقه وحيد موفق في كراته لليوم، بيشيلها امام المرمى وصد له اكثر من كره خاطره. كره اللعب طويله بتلعب، يحصلها اثنين جارجينيو يلعبها ناحيه اليمين بابيتو، جارجينيو تلعب، جارجينيو خطره مدافع بيلعبها في عرض الملعب، يندفع رقم 11 اديليو وبيلعبها وبيحاول يمر اديليو، تنقطع وتوصل اقرب مره ثانيه لنادي فلامينغو البرازيلي بشكل خطوره اكثر. لعب مره ثانيه توصل الى بابيتو، بابيتو يلعبها توصل مره ثانيه تلعب الكره وتوصل زيكو، زيكو يلعبها وخطره وشايت، شايت في الجول تسعه ياب الهدف شيكينو انما تروح الكره برا. سبعه بيطلع خليل شويعر، بيطلع ينزل ايضا عادل عناشه، يطلع خليل شويعر من نادي البحرين، بيطلع خليل شويعر من نادي البحرين، بينزل عادل العناشه من نادي المحرق. نادي المحرق عادل عناشه هداف الدوري، وهذا شويعر طلع من الملعب واضح بالصوره. خليل شويعر كرة اللعب، ابراهيم زويد، محمد بلال لعبت توصل كعبري لعادل عناشه، تروح منه توصل ناحية اليمين،